أعلنت بلدية الكويت بدء توزيع أذونات البناء الخاصة بالقسائم السكنية في مشروع مدينة المطلع ومشروع ضاحية جنوب عبدالله المبارك بتاريخ 14 من مارس المقبل عبر المنصة الإلكترونية التابعة للبلدية. وللحديث أكثر عن إصدار أذونات البناء الخاص بمشروعي المطلع وجنوب عبدالله المبارك ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام البلدية الأستاذ أحمد المنفوحي. أهلا وسهلا بك. حياكم الله، مساكم الله بالخير. مساء النور. جهود حكومية وفي الأخير ستصدر أذونات البناء، وكانت قد أعلنت في السابق أنها ستصدر في ديسمبر الماضي. سبب التأخير بداية أستاذ أحمد، وكيف سيتم إرزاله؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا في البلدية تسلمنا خطابات من الوزارات المعنية في تكميل البنية التحتية، استكمال البنية التحتية. يمكن كان في هناك كتاب وصلنا بأن إيصال التيار الكهربائي لمناطق المطلع اللي هي N8 و9 و10 و11 ل 15/3/2023، وجنوب عبد الله المبارك راح تكون في ابريل 2023. ومن قوانين البلديه ان اصدار تراخيص البناء مرتبط باكتمال البنيه التحتيه، لذلك اوعزت معالي وزيره البلديه دكتوره رنا الفارس بالبدء بالسماح باصدار تراخيص البناء في 14 مارس الحالي لهذه السنة، خصوصا أن يعني معدل انتهاء البناء والتصميم تستغرق سنتين، فبالتالي راح تكون العملية متوازية عند انتهاء من الإيصال، عند انتهاء من مراحل البناء راح يكون الكهرباء متوفرة إن شاء الله لهذه المناطق. نعم. طيب مهندس أحمد، هناك من يتساءل أنه هذه الخطوة ربما ستفتح مجال لمدينة أخرى وهي مدينة جنوب سعد العبدالله بالرغم من وجود بعض المعوقات، ما هي يعني نظرة البلدية لتلك المنطقة الآن؟ طبعا احنا في البلدية يعني دورنا يكمن في تخصيص الأرض وإيجاد البدائل لما هو قائم في منطقة جنوب سعد العبدالله، وهناك فريق حكومي متكامل قاعد يسرع من وتيرة انتقال بعض الأراضي الخاصة في مزارع الدواجن أو تابعة للهيئة العامة للصناعة أو حتى الإطارات، جهات حكومية تعمل بشكل يعني متواصل في سبيل أن ترى هذه المنطقة النور في أقرب وقت ممكن. إحنا كبلدية يمكن دورنا يعني في البداية هو تخصيص الأراضي وإيجاد مواقع بديلة لما هو موجود داخل هذه المناطق، وبعدين يأتي دور إصدار تراخيص البناء. يعني إحنا اليوم في المطلع وجنوب عبد الله مبارك هناك فريق هندسي، لأن المتوقع أن بحدود 12,000 وحدة سكنية في هذه المنطقتين، فبالتالي خصصنا فرق هندسية لاستقبال طلبات المواطنين لسرعة إصدار تراخيص البناء للمنطقتين. بالنسبة لجنوب سعد عبدالله، مجلس الوزراء موقر، هناك كثير من وزارات الدولة تعمل في سبيل إسراع بالانتهاء من العقبات التي تواجه منطقة جنوب سعد عبدالله. نعم. ماذا عن اجتماع اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة مهندس أحمد؟ طبعا اليوم احنا يعني اجتمعنا مع الاخوان في اللجنه واستمعوا الى الجهود اللي قاعده تبذلها مو بس البلديه امانه، يعني عشان اكون ايضا منصف، هناك جهود كبيره قاعد تقوم فيها مؤسسات الرعايه السكنيه ووزاره الكهرباء، وزاره الاشغال، هيئه العامه للطرق كفريق متكامل، وخذينا ملاحظات الاخوه النواب حتى في المناطق المستقبليه سواء في جنوب سعد العبدالله وأيضا في جنوب صباح الأحمد، وإن شاء الله يعني التعاون هذا المثمر هو اللي قاعد نشوف في مشاريع ويسهل إصدار مشاريع جديدة بتسهيل بعض القوانين. وأمانة هناك تفهم من الأخوة في أعضاء مجلس الأمة اليوم لمسناه، وتعاون مثمر ينتج منه مثل هذه الـ يعني القرارات التي تصب في المقام الأول في مصلحة المواطن. نعم. مهندس أحمد المنفوحي مدير عام بلدية الكويت، شكرا جزيلا لك.